بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبد الله أسامة من موقع كريزي انجينيرز. طبعا النيك نيم بتاعي على الموقع خشباوي. ان شاء الله هشرح لكم النهارده سكريبتين انا عبر مكتبهم، بالاضافه ان شاء الله لشرح مفصل للسكريبت الثالث اللي انا ببرمج فيه دلوقتي ان شاء الله. وده طبعا عشان الدورة المعمولة بتاعة البي اتش بي، وتحفيزا للناس ان هي تكمل الدورة وتشتغل كويس فيها وتشتغل مع نفسها وبايديها يعني، وعشان برضو نبين للناس ان الموضوع سهل، ما هوش صعب او ما في مشاكل يعني. ان شاء الله نبدأ بأول بروجكت انا برمجته باسم اونلاين تريننج ماركت، وانا فعلا برمجت الويب سايت ده، بس هو مش كامل يعني. انا رفعته على اصدارة مجانية اللي هي مزاجو دوت سي او دوت سي سي. الموقع دوت هو فعلا الفريد من نوعه على مستوى الانترنت كله، ان هو حوار ان هو يعني بيربط بين الكومباني اللي بتعمل تريننج في اي مجال من مجالات العلم يعني، والانستراكتور اللي هو بيدي التريند ده اللي هو بيديك الكورس، والتريني نفسه اللي رايح يتدرب في الشركة ويعيني في مفترق طرق مش لاقي حد يقول له تعالى هنا او روح هنا. بستعطف في الموقع دوت ان شاء الله ان هو يحدد هو عايز ايه وليه وازاي، وكمان هيحدد الشركات اللي بتدي واسعارها زي ما احنا شايفين في الكورس نيم والكورس ستارت والكورس بيريود والكورس افيلابل بليسز والكمباني والكورس كمباني والكورس برايس. وهنشرح ان شاء الله دلوقتي ازاي الشركات بتسجل. اول حاجه عندك الكمباني ريجستريشن، بعد كده عندك التريني ريجستريشن، بعد كده في عندك اللوج ان. لو دخلنا على الكمباني ريجستريشن هنلاقي ان هي عباره عن فورم فيها مجموعه من البيانات، يبدا ان هو يملاها ويتكى سبميت. هنقول مثلا انه الكومباني نيم، مثلا نقول تيست كومباني، اليوزر نيم بتاعها هنقول مثلا تيست، اوكي، والباسورد هنقول تيست، الايميل هنقول تيست مثلا at اي حاجه كده دوت كوم، الادرس قول مثلا كايرو، سوري الستارت يير هنقول مثلا 2004، الكمباني نمبر اوف امبلوي عدد الموظفين في الشركة نقول مثلا 50 موظف، وعدد المتدربين في السنة حوالي 4000 مثلا. هل الشركة وورلد وايد؟ هنقول انها شركة محلية، والرقم السري اس اي 7، طبعا احنا بنقول البلاك ليترز اونلي، وسبميت. اوبس this username has been used before. اوكي انا كنت ناسي ان انا مسجل باسم تيست قبل كده. على العموم نجرب تاني تيست كومباني. اوكي تيست 1، اوكي تيست 1 كومباني ميل تيست at anything.com، نقول الكومباني ادرس كايرو، ال start year 2003، عدد الموظفين 80 موظف، وعدد الناس قول 5000 متدرب نو وبعدين نقول بي دي 4، اوكي submit. Congratulations, you have successfully entered your company details in our database. These details are being reviewed and published before published. Please wait our confirm. كده الشركة unconfirmed لسه. ندخل على اللوجن، طبعا احنا مسجلين ب يوزر نيم تيست 1 و تيست 1، ونقول submit. تبدأ الشركة تدخل على البروفايل بتاعها، تلاقي ان هي لسه unconfirmed. ال ID بتاع الشركة 4، ومكتوب لك انه no instructors and no courses added yet.
طبعا اللوجن بتاعك ما ينفعش تغيره، بس ممكن تغير اسم الشركه، تغير لي باسورد، الايميل، الادرس بتاعها، وهكذا. والمعلومات كلها ممكن تحط السي في بتاع الشركه لو عايز تضيف الانستراكتورز، تقول انستراكتور نيم مثلا احمد، والفون، الايميل، السي في. عايز تكتب اي حاجه ما في مشاكل، مش عايز تكتب، بس اهم حاجه الاسم يكون موجود. بعد كده تقول طبعا احمد انضاف، تقول company courses، نضيف اي كورس مثلا، نقول human resources، موارد بشرية، human، تنمية بشرية، سوري، تنمية بشرية، تبقى عربك، تنمية بشرية. تمام. ال start date بتاع الكورس 2009، نقول مثلا شهر 10 يوم 15. ال estimated period اللي هي المدة المقدرة، لأن هو يستمر مثلا 50 يوم تقريبا، على الأماكن المتاحة 300 مكان. وال instructor اللي هيدي الكورس ده اللي احنا لسه ضايفينه أحمد، والكورس برايس هنقول 700 جنيه مثلا. أي نوتس عن الكورس مش عايز تضيف، أوكي سبميت، تلاقي الكورس انضاف فعلا. تروح الصفحة الرئيسية تلاقي ان الكورس انضاف، تنمية بشرية فعلا بنفس الحاجات اللي احنا حطيناها. اوكي، بعد كده في اللوجن بتاع التريني نفسه، تريني ريجستريشن. ممكن التريني يسجل، هيدخل التريني نيم بتاعه واليوزر نيم والباسورد والتريني ايميل والفون والادرس والجندر والبيرس والناشونال اي دي.